السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وبناتنا طلاب الصف الثالث الثانوي كيمستري لغات ومع برنامج جاست كويستشن ومع السؤال الهام وهو What is the difference between chromium and manganese in the highest single electron and the highest oxidation number؟ عندنا شباب الكروميوم بيكون الأعلى في السنجل الكترون يعني عدد الالكترونز اللي هي بتكون فرديه يعني سنجل الكترونز ان اوتر ليفل في الاوربيتالز بتكون بالنسبه للمين ترانزيشن ايليمنت هو متوفره اكتر في الكروميوم بيكون عندي 6 الكترونز بيكون عندي الكترون عايش في الاس يعني الاس اللي هو 4s اب 1 و 5 الكترونز عايشين في الدي يبقى انا كده عندي الكترون واحد عايش في الاس وخمسة عايشين في الدي يطلع لي كام الحصيله 6 بينما المنغنيز بيكون فيه 5 الكترونز اللي هي السنجل طيب السنجل دي بتكون عايشه فين عايشه في الاوربيتال بتاعه سب ليفل دي اما الفور اس بيكون كومبليتلي تمام يبقى كده لو انت حبيت تقارن بين الكروميوم والمنغنيز هتلاقي مين الاكتر هتلاقي الكروميوم هو الهايست سنجل الكترونز في الفيرست مين ترانزيشن اليمنت على العكس في الهايست اوكسيديشن نمبر مين الاعلى في الاوكسيديشن نمبر هنلاقي ايه المنغنيز هو الاعلى لانه ممكن يعمل لي لوز 7 الكترونز ممكن يفقد السبع الكترونات اللي هم الاثنين اللي في الاس والخمسه اللي في الدي لكن الكروميوم ان هيعمل لوز الكترون هيعمل ايه لوز لمين هيفقد الالكترون اللي عايش في الاس اللي هو السنجل ده والفايف اللي عايشين في السب ليفل دي يعني اخر ماكسيمم بالنسبه له هو بوزيتيف 6 هو الماكسيمم بالنسبه للكروميوم اما بالنسبه للمنغنيز هيكون بوزيتيف 7 يا رب يكون الفيديو ده فهمنا منه واللي عنده سؤال فممكن يسيب لي سؤاله في الكومنت نتواصل مع بعض اكتر في هذه القناه قناه تيتش مي كيمستري والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.